النظام السوري ما صار دمشق، وهي الزيارة هي جزء من محاولات التطبيع بين النظام الإماراتي والنظام السوري، انه هي صراحة انه هي دليل عن نفاق سياسي كبير. فنفسه وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بال 2012 بمؤتمر أصدقاء الشعب السوري بباريس كان عم يطالب بإنزال أقصى العقوبات على بشار الأسد لاعتدائه على الشعب السوري، فبيجي اليوم يطبع معه وبيزوره. للأسف الشديد بعض الدول تدعي محاربة إيران والعمل على محاربة إيران، ومن طرف آخر تمكن طغية دمشق والذي هو ذراع لإيران في المنطقة. ما استغربنا أبدا من زيارة الوفد الإمارات إلى سوريا، لأنه أصلا إحنا نهن من 2011 ما بطل زيارات، كان في تعامل بالمخفي ممكن، فطبيعي كل هذا. لما رفعوا الإعلام أصلا علم بن زايد، صورة بن زايد، صورة الأسد، ما استغربنا كلاتنا، لأنه أصلا هو في تعامل بين بعضهم مع المخفي، أنظمة ديكتاتورية يعني. هلا من المعلوم إنه الدعم الإماراتي لنظام الأسد ما توقف من بداية الثورة، ولكن اللي كان هو عبارة عن التزام من الإمارات بالموقف العربي ضد نظام الأسد على الأقل سياسيا بالأمور الدبلوماسية وما إلى ذلك، لكن الدعم العسكري والأمني ظل مستمر والتنسيق عالي. من الواضح جدا إنه الإمارات هي راعية للتطبيع العربي حاليا مع نظام الأسد. يعني عم نشوف من فترة عدة محاولات وتغيير بمواقف بعض الدول من بداية الثورة السورية لل 2021 اللي وصلنا لها. كثير دول عم بتحاول ترجع تعمل علاقات مع النظام السوري وتفعل موضوع النظام السوري عالميا، وهذا السبب هو عدم وضوح الرؤية الأمريكية بظن للنظام السوري، وعدم السرعة بحل القضية السورية. هلا بصراحة ما في شيء جديد يعني مستبعد، غير انه الشغلة صارت علنية، يعني كانت العلاقات ماشي والمساعدات الإماراتية للنظام السوري كانت مستمرة، أما حاليا فقط أنه أعلنوا هذا الشيء على الإعلام أو على العلم بشكل عام.